فيفي عبدو رامز جلال كهربني وهرفع عليه قضية. شلت قلبي وحطيت مكانه شكنار. رامز جلال يتحدث لأول مرة. رامز جلال شريف عامر أول من جرب كرسي رامز مجنون رسمي. أنا مجنون رسمي. رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه الجديد. رامز جلال يعتذر لضيوف رامز مجنون رسمي، مش قاصد أزعل حد. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب رامز جلال ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنان المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. فيفي عبدو رامز جلال كهربني وهرفع عليه قضية. أكدت النجمة فيفي عبدو أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الفنان رامز جلال بعد أن كهربها على حد تعبيرها في المقلب الأخير الذي تعرضت له في برنامجه الجديد رامز مجنون رسمي. وقالت فيفي عبدو في لايف عبر إنستغرام: أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمل له قضية سندية على حلقتي وعلى الكهرباء. أنا مرضتش أطلع السلم، ما طلعتش إلا بعد نص ساعة، ما أنا كل ما أمشي خطوة يطلع مقلب. يذكر أنه بدأ أمس برنامج خلي بالك من فيفي، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبدو لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مريحة بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد. ومن جانبها قالت النجمة فيفي عبدو إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المشاهدين الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المختلفة في مجال البرامج متابعة كبيرة. هل كانت تعرف بدرية طلبة تفاصيل مقلب رامز جلال؟ نفت الفنانة بدرية طلبة معرفتها بمقلب رامز مجنون رسمي الذي وقعت ضحيته هذا الموسم قائلة: والله العظيم ما أعرف حاجة وكنت رايحة لأروى. وأعربت بدرية طلبة عن استيائها من التعليقات السلبية التي تتلقاها وزملائها من الفنانين قائلة: والله العظيم إحنا بنصور وتعبانين عشان نسعد الناس ونفرحهم في الظروف اللي إحنا فيها دي، ولو يعرفوا مش هيعلقوا التعليقات دي أبدا. ومنذ طرح برومو برنامج المقالب رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة MBC مصر في رمضان 2020 وظهور العديد من النجوم دون تأثر واضح مثل باقي النجوم، أطلقت العديد من التكهنات حول معرفتهم بالمقلب بشكل مسبق. برنامج رامز مجنون رسمي يعتمد على وضع المتسابق على كرسي الاعتراف، وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صورة لثلاث شخصيات. الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد ويسمع أصواتا مخيفة، ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور. واستضاف رامز جلال في برنامجه عددا من الفنانين في مقدمتهم واستضاف رامز جلال في برنامجه عددا من الفنانين في مقدمتهم فيفي عبدو وياسمين صبري وياسمين رئيس وأمنية خليل وغادة عادل وبدرية طلبة وريهام عبد الغفور وعبد الله بالخير وبسمة ونبيل عبيد وباسم يخور وعبد الباسط حمودة وأروى جودة والمطربة الشعبية بوسي وحمو بيكا وحسن شاكوش ومحي إسماعيل وحمد المرنغي ومحمود كهربا وعلي معلول وطالق حامد من نجوم الأهلي والزمالك. وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب رامز في الشلال. دواء يقلل حضانة كورونا لأربعة أيام، مصر توضح. كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين تفاصيل بدء استخدام مصر لعقار أفيجان لعلاج مرضى كورونا في البلاد. وقال في تصريحات للعربية نت إن عقار أفيجان ياباني الصنع ويتم تداوله هناك كعلاج لحالات الإنفلونزا وله تأثيرات جيدة تحققت بالفعل على مرضى كورونا، وقامت الصين بتصنيع عقار مماثل له، مضيفا أن مصر حصلت
حصلت على 50 علبة منه قبل أيام، وبدأت في استخدامه على 50 مريضا لبيان حجم تأثيره وقدرته على مواجهة الفيروس. وأضاف أن علبة واحدة تكفي ككورس علاج لمريض واحد، حيث تحتوي على عدد كبير من الأقراص، يتم استخدام عدد معين منها يوميا، وبعد انتهاء العلبة يكون المريض قد حصل على الكورس الكامل للعلاج، ومن ثم يمكن بعدها رصد تأثيراته. وفي حالة نجاحه يتم استرداد المادة الخام من اليابان وبدء تصنيعه محليا في مصر. إلى ذلك قال مستشار الرئيس المصري إن العقار لا يمكن الجزم حاليا بأنه علاج لفيروس كورونا، ولكن بعض التجارب الكلينيكية ثبتت أنه يقلل فترة حضانة الفيروس إلى 4 أيام، وهو ما ننتظر رصده هنا في مصر، مشيرا إلى أن حضانة كورونا تستغرق 14 يوما وقد تطول. وهذا العقار تبين من بعض التجارب عليه أنه يقلل فترة الحضانة، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه بجانب البروتوكول العلاجي المنفذ حاليا لحين الوصول إلى عقار فيروس كورونا. وأضاف أن العقار وفقا للتجارب التي أجريت عليه في الصين نجح في تقليل المدة التي يتحول فيها مريض كورونا من حالة إيجابية إلى سلبية، كما نجح في تخفيف حدة الأعراض على الحالات الشديدة التي تصل لمرحلة متأخرة من الإصابة بالفيروس، مضيفا أنه حتى الآن لا يمكن القول أنه يوجد عقار لعلاج كورونا، لكن فيجان يستخدم مع الأدوية الأخرى المدرجة في بروتوكول علاج تطبقه وزارة الصحة المصرية لعلاج مرضى كورونا لتخفيف الأعراض وتقليل حدة نشاط الفيروس ومواجهة البكتيريا وغيرها التي قد تنجم بسبب مضاعفات المرض للوصول إلى أفضل نتيجة مع المريض. كما أشار إلى أن الفريق الطبي المصري يقوم بتبادل الخبرات مع دول أخرى تواجه كورونا مثل الصين وإيطاليا وبريطانيا، وهناك سلسلة اتصالات ولقاءات معهم لتبادل الخبرات في طرق مواجهة الفيروس والأوبئة، مشيرا إلى أن العالم كله يقوم بتجارب عديدة ومكثفة للوصول إلى لقاح للفيروس، وهو ما قد يستغرق شهورا. وأكد الدكتور تاج الدين أن كورونا هو واحد من سلسلة فيروسات نقوم برصدها منذ العام 2003، بدأت بسارس ثم تطورت وتحورت حتى وصلت إلى كورونا 2014، ثم إلى كورونا المستجد الحالي، وهو فيروس جديد وعنيف له تأثير شرس على جسم الإنسان وتحديدا الجهاز التنفسي، وتتميز أنها تأتي من الخفافيش مثلا وينتقل إلى بيئة وسيطة مثل الإبل أو حيوانات أخرى، ويتحول لفيروس جديد ينتقل لجسم الإنسان مسببا تأثيرات كبيرة لكونه غريبا وجديدا وغير معروف لدى جهاز المناعة، موضحا أنه لذلك تكون مضاعفات الفيروس أكبر وأشرس على الكبار لضعف الجهاز المناعي أو المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يعالجون من أمراض أخرى. الصحة العالمية: 3 لقاحات لفيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية. قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 3 لقاحات لفيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية وأخرى قيد التطوير. وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول وقف التمويل الأمريكي: نعمل على حصر حجم التمويل الأمريكي وتأثيراته وسبل تعويضه. وأعربت المنظمة الدولية عن أسفها للقرار الأمريكي قائلة: نأسف لقرار الولايات المتحدة، منوهة تعليق التمويل الذي سيؤثر بكل تأكيد على الأنشطة وسنواصل عملنا دون الانقطاع. وقالت: يجب أن تنصب الجهود لمواجهة فيروس كورونا وتجنب الخلافات السياسية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيتفشى فيروس كورونا في مصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.